طب ما في بنات اوحش مننا واتجوزوا، يمكن عشان عمي افيونجي، الله اعلم، ولا عشان ابويا الله يرحمه ساب لنا تركة عبيطة متقسمه على ثلاث بنات، مش عارف، بس اهو يعني كنا بنصبر بعض ونقول النصيب. انا ووفاء وهناء كنا عايشين في الحته مطمورين كاملة الفول اللي جنبه، لا بنتفسح ولا بنشوف دنيا، قلنا نفك عن نفسنا، احنا واخدين بعض وطالعين على اسكندريه، خدنا معانا الواد سعيد الخفيف، ما هو زينا لا بيشوف دنيا ولا بيتفسح، ومكمور في المحل يبقى حمايه ليه. عاوز اقول لكم على حاجه بس خايفه يركبكم بيت عفريت. يا اختي قولي، يعني هو في عفريت من اصل لما تركبنا ولا تركب غيرنا؟ اه والله احنا الثلاثه ولايه، يعني هنبقى ملطشه للقريب والغريب، لازم نتجوز.